الحادي عشر من أكتوبر، في مثل هذا اليوم من عام 1138، وقوع زلزال حلب الكبير الذي ضرب مدينة حلب السورية حاليا، والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسببا للوفيات في التاريخ. في عام 1516 في مثل هذا اليوم، تنصيب المملوك طومان باي سلطانا على مصر خلفا للسلطان قنصوى الغوري الذي قتل في معركة مرج دابق. وفي عام 1910 في مثل هذا اليوم، الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة، وذلك لمدة 4 دقائق في طائرة من صنع الأخوان رايت في ولاية ميزوري. وفي عام 1973 في مثل هذا اليوم، القوات العراقية تدخل رسميا بالمشاركة في حرب أكتوبر.